زين يعني احنا الديلي تايم اللي هو هذا وياه قلنا ايش قد التايم اللي ياخذ 50%. الرايز تايم هم قلنا هذا القانون انه التايم اللي ياخذه من 0.1 او 10% من الواي ستيت ستيت الى 0.9 او 90% ايش قد من الواي ستيت ستيت. والست لك دايم قلنا التايم اللي ياخذه النظام لكي يدخل ايش قد رينج 5%. طبعا اذا قال لك يابا احسب السيتلينج تايم بس وسكت فانت تعرف شنو انه تاخذه الوقت اللي خلينا نقول الريسبونس يدخل في البلس ماينس 5% زون. واضح يعني؟ اذا لا حددك قال لك 2% او احتمال حدد لك غير ارقام بس هو المتعارف اما 2% اما 5% اغلب التطبيقات. واضح يعني؟ فاذا قال لك بس سيتلينج تايم انت تروح تحسب بلس ماينس 5% وتحسب التايم اللي وين يدخل النظام ال 5% وبعد ما يطلع. اذا لا قال لك 2% لا احسب 2%، اذا قال لك غير رقمهم يعني احسب غير رقم. واضحه يعني ان شاء الله هاي التعاريف اللي هي خلينا نقول مهمه وسهله وبسيطه ما بيها بيج ديل. زين هسه واحد يقول شنو فائده تنذني ذني شو شنو فائده ان احنا دا ندرسهن انه شنو الرايز تايم شنو الديلي تايم ذني عيني راح يصيرن كرايتيريا ذني راح يصيرن كرايتيريا انه انت مثلا جابوا لك جهازين تبريد او جابوا لك خلينا نقول CRT-ين قال لك يابا هاي هاي السيارة الرايز تايم مالتها على متوصل للثمانين هنقول 5 سكند والثاني شقد 3 سكند واضح أو ذيك 10 سكند وهاي 6 سكند فمن عدهن راح تفهم إنه هاي أم 6 سكند شنو شبيها أفضل من أم 10 سكند. واضح يعني صار عندك كرايتيريا ذني الرايز تايم والديلي تايم والبيك تايم وهذا الأوفر شوت كلهن راح يطنك كرايتيريا أو يطنك فكرة عن سلوك أو ريسبونس هذا النظام. اذا مثلا خلينا نقول جهاز تبريد وياخذ له خلينا نقول 20 دقيقه او نص ساعه يلا يبرد لي الغرفه في حين جهاز اخر ياخذ له خلينا نقول 10 ثواني يلا يوصل خلينا نقول لتبريد الغرفه فيا الافضل هذا يا هذا 100% ابو 10 ثواني افضل مو ولا. وبذلك احنا ذني راح نسوين ستاندرد ندرسهن انه هاي الاشاره الستيب ريسبونس وكذا والرايز تايم والديلي تايم والستلينج تايم راح يفيدني يطني انديكيشن على شنو انه هل هذا يا نظام جيد للمقارنه يفيدني هذا الماطور وهذا الماطور الريسبونس مات هذا هل قد مواصفاته والريسبونس مات هذا الماطور هل قد مواصفاته فراح يحددني راح يعطيني فد فكره انه ياهو الافضل اقدر اقارن بعد بانظمه السيطره العفو اقدر اقارن بانظمه السيطره انه هذا التبريد افضل من هذا التبريد هذا الماطور افضل من هذا الماطور هاي السياره افضل من هاي واضح عيني وهالدور بعدين اقدر اغير اسوي تيونينج واضح يعني اقدر اساكم ان شاء الله لما نتقدم راح نعرف شلون نسوي تيونينج شلون راح نغير بهذني البارامترات اللي شفناهن واضح يعني فهنا الريسبونس سبيد يقول لك هو انديكيشن للرايز تايم العفو الرايز تايم والديلي تايم والسيتلينج تايم هو انديكيشن انما للريسبونس سبيد والاستابيليتي اللي هاي الاوفر شوت طبعا هاي الاوفر شوت هاي القفزه اللي تشوفوها حاليا بهاي المرحله طبعا راح احنا نشوف ندرس الاستابيليتي بالمستقبل بهاي المرحلة تعطيك إنديكيشن على شنو على الستابلتي إذا كانت هاي القفزة كبيرة فدلالة على أنه أكو مشكلة بالستابلتي إذا كانت قليلة فأفضل كل ما تكون قليلة أفضل واضح عيني جنرالي عموما شوف إن جنرال واضح عيني الفاست ريسبونس لارج بيرسنت أوفر شوت إذا كان هاي عموما اللارج إذا كانت هاي القفزة سريعة أو عالية طبعا هنا راح يصير عندك خلينا نقول بسرعه فبس شنو المشكله اذا صار خلينا نقول فاست ريسبونس راح يصير عندك هاي اوفر شوت كبيره وخلينا نقول راح يذبذب ويستقر فانت خلينا نقول ثبت انه شنو سرعه بس شنو المشكله صار عندك قفزه كبيره والقفزه الكبيره ما مستحبه الماكسيمم اوفر شوت اللي راج لارج بيرسنت اوفر شوت لارج بيرسنت اوفر شوت سمول ستابيليتي مارجن هنا هاي المشكله واضح يعني فانت احيانا تريد فاست ريسبونس بس شنو اكو مشكله انه لما يصير عندك فاست ريسبونس